السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا الشهر ديال رمضان الفضيل. ضيف الحلقه واحد الشاب رائع جدا، هو طالب في مجال الهندسه المعلوماتيه في السنه الثانيه ديالو، وكذلك هو مقاول، دخل عالم المقاوله في سن مبكر جدا 18 سنه. عنده واحد الانرجي تري تري بوزيتيف تبارك الله، عنده بزاف ديال الافكار الجميله، وعنده واحد المايند سيت رائع ديال الانسان المقاول. فنتمنى ان الحلقه تعجبكم، خصوصا بالنسبه لهذه الحلقه موجهه كثيرا للشباب، ربما غادي تقدر تنفعهم اكثر وتتاكد لهم فكره ديال الا كنتي باغي توصل لشي حاجه انك تقدر توصل لها، ان السن مجرد رقم، وان الا كانت عندك اراده وعزيمه تقدر تنجح. اكيد الاخ محمد هو في البدايه ديال المشوار ديالو، ولكن ديجا حقق بزاف ديال الحوايج. فمرحبا بي ومرحبا بكم معنا، ونتمنى ان الحلقه تعجبكم، وعلى بركه الله فلنبدا. سي محمد مرحبا بك معنا في بودكاست صوفيا. شكرا بزاف، الله يكبر بك، بارك الله فيك. سي محمد عافاك، الا كان ممكن تقدم لنا نفسك باش يتعرفوا عليك الناس اللي كيتسنتوا لينا. مهم واحد لانترودكسيون صغيره عليا. محمد بلحباس، اليف انجينيور وجون انتربرونور. شنو كندير زعما؟ عندي اون اجونس، ولا يمكن نسميوها اون انتربريز، كنت على سيرفيس ديجيتال، les plateformes, les sites web, les applications web, mobile, ou le design. On a une équipe qui fait le design. Moi, je suis là. Et si tu as des choses, tu vas les savoir dans la suite. Je vais te poser la question. Ok, inchallah, tu parles avec toi, c'est Mohamed. Tu es élève ingénieur dans le domaine de l'informatique, c'est ça? Oui, génie informatique. D'abord, deuxième année. تبارك الله عليك. دونك يا لا كلاس بريباراتوار، مي سابق شويه لا كلاس دي لونغال دو بروغراماسيون، بزاف الحوايج. داكور، مزيان مزيان. تبارك الله عليك. بغيت نسولك، لان قليل ما كتلقى تبارك الله شي واحد في المغرب كيقرا وداز لونتربرونوريا، بغيت نعرف زعما منين جاتك الفكره، كيفاش الانسبيراسيون، منين جاتك باش بديتي هذا المشروع وانت فريمون تري تري جون؟ تبارك الله عليك. داكور، هو من زعما من قبل ما ناخذ الباك ديالي كانت عندي ديما ديك الكيوريوزيتي، وكنت ديما كنقلب على شي حاجه ملي غنجيب الفلوس. من تما بدات، وانا واحد الانسان اللي راسي قاد، دونك كنبغي ندير داكشي اللي عزيز عليا انا، ما كنخلي حتى شي حاجه تفرض عليا. داكشي دابا باش زعما قبل ما ناخذ الباك، كنت كندخل لي سيت نتاع فريلانس وفايفر، المهم لي سيت راهم معروفين. كنت كنقلب ديما على دي بروجي اللي ما غاديش يطلبوا دي كومبيتونس كبار، ما كنتش كنلقى صراحه. كنت كنلقى دي بروجي اللي هما مهم، وانا ما صراحه في الاول ما كانش الهم ديالي ناخذ فلوس ولا شي حاجه، وانما ديك ليكسبيريونس وكيفاش نتعامل مع ان كليون. من بعد خديت الباك صافي، زعما عرفت اصلا كنت عارف زعما شنو غندير، شنو التوجه ديالي. درت جيني انفورماتيك صافي، من بعد اللي كانت هي لا باسيون ديالي بيان سور، وصافي تما بديت كندير اوتو فورماسيون، بديت كنقرا لي لونغاج دو بروغراماسيون. من بعد زعما جاتني الفكره نتاع انني علاش هاد لي كومبيتونس هادو اللي عندي نوظفهم في لونتربرونوري، ندير اوتو انتربرونور ونخدم. حيت باش كنت كنتعامل مع ان كليون، كنت كنمشي نهضر مع ان كليون كيقول لي ان ديفيو، وانا ما كانش عندي الحق نعطيه ان ديفيو ولا ان كاشي، دونك كان خصني ضروري ندير اوتو انتربرونور. داكشي اللي كان درت اوتو انتربرونور. دابا باش كان، وفي الاول باش كنت كنتعامل مع لي كليون كنت كنعطيه ان ديفيو، وباش كنسالي له الخدمه كنعطيه لا فاكتور، دونك داكشي كيكون ليغال، فهمتيني؟ داكور، مزيان. غير هو عندي واحد السؤال دابا، هاد القديم اللي بغيتي تلونسا في لونتربرونوريال، يعني لونتوراج ديالك، العائله ديالك، وما عرفتش ربما الاساتذه ديالك وديكشي، واش شجعوك ولا كان عندهم تخوف، اعتراض، ولا شي حاجه بحال كذا؟ صراحة كاين باقي لدابا واحد التخوف، ولكن كما قلت لك، انا واحد الانسان اللي كندير عزيز عليا، ندير داكشي اللي انا كنبغي واللي انا كنرتاح فيه، ما كيهمنيش زعما شنو غادي يقول عليا واحد ولا، فهمتي؟ حيت انا نشرح لك، انا نعطيك واحد ليكزومبل. باش كنت صغير، انا باش كنت صغير كان عندي الشعر كبير شويه، وكانوا ديما لي بروف كيقولوا لي
وخصك تحسن وكذا. وكانوا كي زعما كي كي كيستدعيو الوالدين ديالي وكييجيو كيقولوا لهم هاد الولد راه خصو راه خصو يحيد هاد الشعر، ما خصوش يبقى هكا. وانا والو فهمتي حيد الشعر تقالها ليا راسي ما فهمت دونك هادشي فهمتي. لا لا مزيان مزيان بالعكس، انا راه عجبتني القضيه اللي فات انك زعما عندك فكره وتقاتلتي باش توصل لها، غير زعما حيت انا عارفه ان خصوصا مع الدراسه بعدا الوالدين كيقول لك خصك تبقى كونسونطري على الدراسه ديالك باش تجيب نقاط مزيانه، ربما لي بروف تاعهم الا شافوك شي حاجه اللي كديستراكتيك فروم ستاديز يقدروا ما يعجبهمش الحال ولا شي حاجه. داكشي علاش طرحت عليك هذا السؤال. وي فهمتك، غير هو كما قلت لك راه في الكونتي ديال القرايه راه كان فاليدي مزيان زعما. وبالنسبه للي نوت كذا فكاين لي موديول اللي انا ما مهتمش بهم، فراه قليل فين كندخل لهم قليل فين كنقراهم، ولكن داكشي اللي انا باغيه فراه كان كيخصني ضروري نحضر له فهمتين. اكزاكت هذا اصلا كاين مشكل اصلا في السيستم ديالنا ديال القرايه، شحال من حاجه كتقراها وهي اصلا ما انت ما حاملهاش ولا ما تقدر ما تنفعكش فما كتبان لكش. ولكن كاين واحد القضيه بحال نعطيك اكزامبل، بحال دابا جيني انفورماتيك وكتلقاه كيقرا الدروا كونطابيليتي ميكرو ايكونومي، دابا هاد لي موديول هادو اللي كيتقراو فراها اسمو ان انجينيور هو خصو يكون كيفهم في كل فهمتي. دونك هو باش غادي تجي واحد الكونطرا يسنيها راه غادي خصو يكون فاهم، خصو اول حاجه يكون عارف لي تيب كونطرا، وهاد لي تيب كونطرا كيخصهم يتقراو في الدروا فهمتي. دونك راه اي حاجه كيقراوها لنا فراها عندها واحد الاهميه فهمتي. وفي المارشي دو طرافاي راه يقدر الواحد يقرا 5 اون ويقرا ويخدم باول موديول اللي قرا في البريمير اني مثلا لونغاج سي فهمتي مثلا. بصح هاد القضيه وي 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 وانا نيت من الناس اللي خدموا بلونغاج سي قبل ولا كتحقر قبل ولا كتقول علاش غادي نقرا لونغاج بانيفو كذا، ولكن في الاخر كتلقى انه كيوكل اكثر في الخبز. وي عندك الصح من هاد الناحيه. بغيت نسولك زعما واش كان عندك في البدايه ديال باش لونسيتي البروجي ديالك، واش كان اكومبانيمون مثلا، واش كان عندك مثلا شي انكوباتور كان انكوبي الفكره ديالك، واش كان جو سي با مثلا شي مانتور اللي كان تبع معاك فيرست ستيبس ديالك في لونتربرونيا، ولا تلونسيتي غير بوحدك؟ وي دابا المهم انا باش كنت ساليت البريمير اني العام اللي داز كنت دوزت ان ستاج فواحد ستارت اب اللي كاينه في تكنو بارك اكسيل سي جي اللي هي ستارت اب انوفونت اللي زعما عندهم الابليكاسيون كازا بارك، وكنت درت لهم خدمنا اونصومبل كونسيبسيون ديال الويب سايت ديالهم نتاع الديزاين ونتاع الديفلوبمون. ومن تما صراحه جاتني ديك الفكره نتاع انني خصني ندير شي حاجه ديالي فهمت، حيت هذا الدومين هذا باقي زعما هو المستقبل فهمتين. اكزاكت بصح سورتو هنا في المغرب راه مازال بزاف ديال البيزنسز اللي كتلقى ما عندهمش ويب سايت، ولا مثلا واخا يكون عندهم مثلا ما كيكونش عندهم موبايل ابليكيشنز باش يسهلوا ليهم المهم شي با لي زاكتيفيتي ديالهم وهذا. دونك راه كاين ان مارشي خاك داك وي اكزاكتلي. وحتى او نيفو كونتيننتال يعني في افريقيا كامله ولا او نيفو مونديال يعني كاين ان بيزوان وممكن الانسان يلقى زعما دي بروجي دونك سي بون شوز. وي اكزاكتلي. مي ما كانش عندك فريمون شي انكوباتور يعني ما كانش مثلا شي اونتيتي اللي كتمشي لها وتبعت معاك زعما لو بروجي من الاول؟ لا لا كنت درت كلشي درته لراسي كان مني كلشي انا اللي درت بيزنس موديل وفهمتي درت كاع دوك لي زيتاب باش بو رياليزي ان بروجي كاع درتهم بوحديتي فهمتين. داكور مزيان سي سي بون شوز سيلف ميد تاهي اكسبيريونس زوين راه تماما كتعلم راه لونتربرونيا الحاجه اللي زوينه فيها انك كتعلم كل نهار وكتعلم بزاف ديال الميادين، ماشي بالضروره غير مثلا غدير ستارت اب في الانفورماتيك راه ماشي بالضروره تبقى في الانفورماتيك، راه خصك تشوف تقيس حتى الار اش تقيس لا كونطا تقيس بزاف ديال الحوايج. ميرسي بون اكزاكتومون. اي حاجه صراحه وي اسمحي لي مهم اي اكسبيريونس صراحه خديتها زعما كيفاش غادي نرياليزي هذا البروجي هذا كنفكر انني اي ايطاب درتها نزيدها في السيكتور باش غادي ندير مهم قريب ان شاء الله بالحبس تيك نردها سوسيتي فهاد الشهور القراب حيت دابا داير غير اوتو انتربرونور. ولكن زعما هادوك كاع دوك لي ايطاب بوغ رياليزي ان بروجي كنفكر انني نديرهم في سيكتور في بالحبس تيك فهمتيني. وي
سي سي بون شوز اون فيت بدا لو ستاتيو دو طون انتربرونور راه نفع بزاف ديال الناس وهو شحال هادي ما كانش بونس بدا حتى 2015 واقيلا ولكن راه سهل سهل على الناس بزاف ديال الحوايج يعني مثلا كتكون عندك فكره تقدر تاخذ الوقت اللي خاصك باش ديفلوبي ديك الفكره باش تيستي باش تعلم حتى كتحس بواحد اون سورت ماتوريتي في ليدا ديالك ولا كيطلع حتى لو شيفر دافير ديالك ديك الساعه كتقدر تشوف داك لاغي لا سوسيتي ديالك اي طول سي بون شوز كتسهل الامور وتم حتى التعامل مع الكليون كيكون شي حاجه كيكون اصلا الكليون كيكون الكليون كيكون تاك في اللي غادي يخدم له داك البروجي ولا شي حاجه فهمتي حيت كيكون داك الشيء ليغال ماشي بحال واحد غادي يجي غادي يخدم له ان بروجي لا ورقه لا جوج اصلا الكليون ما غاديش يكون تايق فهمتي سوا الا كان الكليون حتى هو كيخدم في النوار فهمتي بصح بصح وي ودابا دابا بغيت نسولك اسم محمد على لي كليون ديالك لي كليون ديالك سي دي زونتربريز ولا دي بارتيكولير كومون سا سباس القضيه زعما في لا بروسبكسيون ديك الشيء كتلقى مشاكل ولا مساله زعما كدوز سون بروبليم في الاول صراحه كنت كنلقى مشاكل اول بروجي ديالي بعدا اللي كنت خديته كنت خسرت فيه فهمتي حيت ما كانش عندي واحد ليكسبيريونس كيفاش غادي نتعامل مع ان كليون كنت مهم كنت درت الكونسيبسيون نتاع واحد المنيو افيك كود كيو ار وسيت ويب وكنت لي شارج كاينين دي شارج اللي ما دخلتهمش انايا في لا فاكتور وكنت خلصتهم بجيبي فهمتي دونك كنت خسرت في ولكن كنت خسرت زعما في البروجي الاول ولكن زعما ما كانش زعما ما بقاش فيا الحال ولا شي حاجه حيت خديت واحد الاكسبيريونس اللي داك الغلط ما عاودتوش مره اخرى فهمتيني وكيما قلت لك كنتعامل دابا مع لي كليون كاين زعما هاد الدومين هذا غادي يخليك كيخليني نتعامل مع اي نوع ديال الكليون سواء اونتربريز سواء بارتيكولير فهمتي داكور وي و باش كنتعامل مع ان كليون ديريكت فإلا كان قريب زعما من لونتوراج ديالي فراه كيكون داكشي ما كيكونش زعما داكشي بروفيسيونيل بزاف وباش كنتعامل مع اون انتربريز وي باش كنتعامل مع اون انتربريز فراه كيكون كيخص يكون داكشي مزيان زعما بروفيسيونيل ما قصدتش زعما بروفيسيونيل في الخدمه وانما بروفيسيونيل في الكونتاكت كيفاش كنتعامل معاه فهمتي داكشي قلت لك فورمال زعما ماشي فورمال بزاف اييه والسيمانه اللي فاتت كنت سينيت واحد البارتناريا مع واحد لونتربريز اللي غادي نشد لهم الكونتي ديال ديفلوبمون ويب في لونتربريز ديالهم اللي هي كاينه في باري وكاينه في ستوكهولم سميتها ميركاسيف داكو وي سي بون شوز تبارك الله عليك هاد القضيه اللي هضرتي زعما على لي كليون صراحه راه خاص فريمون انسان يتعلم من دوك التجارب ديالو حيت مثلا في الاول كتكون مثلا سوبوزي غاتسيني ان كونطرا مع ان كليون وانت عوال تخدم لي غير على سيغتا موديول وكيجي كيبدل لو بيزوان ديالو مع الوقت كيتزادوا لي شارج بعض المرات هو ما كيبغيش يزيد يخلص كتصدق بعض المرات تنسى مخلص من جيبك غير بور لو بابير داك لو كليون يعني كيوقعوا بزاف ديال الحوايج عندك بصح يعني الانسان خصو شاك فوا بحال دوك الاخطاء اللي ارتكبهم يحاول مره اخرى يافويديهم باش ما يعاودش يطيح في نفس زعما نقدروا نقولوا وي ما خصنا نتعلموا من الاغلاط اللي كنديروا بحال ان كليون كيخصنا نديروا مع ان كاير شارج اللي ما غاديش يتبدل داك الكاير شارج انا بعدا كيفاش كنتعامل كنقول للكليون رسم لي داكشي اللي باغيه رسمه لي في ورقه انا غادي نحاول نديروا لك في الويب فهمتي وي دونك باش اصلا ما كنخليلوش انا كنخدم له داكشي هو اللي باغي وما كنخليلوش زعما كيفاش هو غادي كيفاش غادي يفكر يموديفي داكشي اللي انا درت له فهمتي وي فهمتك وي وي وجو ديك لا ساتيسفاكسيون ديال الكليون كتكون زوينه صراحه فهمتي باش داكشي علاش ما كنبغوش نخسروا لي كليون باش كيقول لك زيدني شي حاجه ولا ما تزيدنيش شي حاجه فهمتي تمام وي سي بون شوز كاينه حتى مساله لاجيليتي حيت في لي بروج انفورماتيك باغ اكزومبل تقدر تخدم بواحد واحد لو سيكل اللي هو تري كلاسيك ديال غادي يطلب لك ان بيزوان وتمشي تبقى ديفلوبي في لو كوين ديالك وترجع عنده حتى دوز واحد شهر شهرين وتوريه لو ريزولطا وكاين خلاص لاجيليتي وانك تبقى ديما مع لو كليون مثلا سوبوزي اون سيمين ولا 3 سيمين وتوريه لافونسمون وتحط عاوتاني دي زوبجيكتيف بار لا سويت على الاقل كتاسوري بلي راه داك لو بروجي غادي دون لو بون سونس ولو بيزوان اي بيان زعما ساتيسفي وديك شي دونك دونك حتى لاجيليتي شي حاجه اللي هي مهمه في الدومين ما عرفتش واش زعما انت ديجا انيسيال مثلا دي ميثود اجيل واش كتخدم بهذه الطريقه ولا لا بحال سكروم وديك شي جو سي با صراحه ما عنديش اكسبيريونس في هذه الميثود في هذه الميثودولوجي اللي قلتي لي دابا داكو ولكن كنخدم فهمتي
وقيلا كان باقي كنخدم داك الشيء كلاسيك شويه. داكور سا سي بون شوز. زعما تقدر دوكيمونطا شويه على لاجيليتي باش تفهم زعما شويه الكونسيبت. ماشي مثلا انا مثلا كنخدم بها جو سوي اجيل اون فيت، ولكن ماشي بون ميثودولوجي. مثلا واخا انا سكروم ماستر ولكن ما كنخدمش بها اكطوالمون، ولكن كنحاول نحط تقريبا غير كتفهم الكونسيبت وكتحاول تابليكي. دونك مثلا عوض ما ندير ان سبرينت ديال 3 سيمانات ولا شي حاجه، نقدر ندير انا غير سيمانه ونشوف الكليون لو روتور ديالو ويا غادا. يعني على الاقل كتاسيغ او بو ديال واحد شهر شهرين ولا 3 شهور ان راك غادي دون لو بون سونس، لي حاجه اللي كديفلوبيها ولا الحاجه اللي هو محتاجها راه مزيانه. دونك بعض المرات سوبوز انك مثلا هادشي كتوقع في بروجي لي ا لون تيرم، مثلا تصور انت خدام على شي بروجي وهذا اونتر طون وقعت شي موديفيكاسيون ولا شي حاجه او نيفو تكنولوجيك، مثلا تزاد شي حاجه شي لايبراري اخرى اللي تقدر تنفعك، هو لو بيزوين ديالو بانت لو فيه شي حاجه خصها يبدل لا كوتي فونكسيونيل. دونك ما فيها مشكل زعما الا شاف زعما فيها باس بلوتو جو دير. يعني الا شاف مثلا وقال لك لا نقدروا نبدلوها، تقدروا تبدلوها بور لو بيان ديالكم بجوج. يعني لاجيليتي كتنفع دون تو لي سونس. دونك جو بونس الا قدرتي انك دوكيمونط على هذا لوسون على هذا الكونسيبت وتخدم به، جو بونس سا بوغي اتر انتريسون. داكوغ، غندير واحد الريشير صراحه على هاد التكنيك هادي اللي قلتي لي دابا، حيت زعما فايت اللي خدمت مع دي كليون دي زونتربريز بلوطو اللي مثلا شديت لهم لو سيت ديالهم، ماشي خدمت لهم البروجي وصافي زعما ليفريت البروجي ومشيت، فهمتي؟ دونك بقيت معاهم اجو على لي برودوي اللي هما كيبيعوا. وقيل هادشي اللي قصدتي ديال الميثودولوجي اللي قلتي لي دابا. لا او كور ديال انت مثلا انت كديفلوبي لو بروجي، مثلا انت كديفلوبي ان بروجي عطاوك مثلا تقاد لهم ان سيت ويب ويب سايت. دونك ا لانستون اللي انت كديفلوبي فيه مثلا غنسيبوزي غياخذ لك نقولوا شهرين باغ اكزومبل. دونك او لون ديال ديك الشهرين كل سيمانه كدير معاهم مثلا ريونيون كيشوفوا واش انت افونسيتي مزيان، واش داكشي اللي بغاو هو هذاك بحال كيفاليدو فوريا ميزور. ماشي انت تخبر واحد لي دو موا وترجع يقول لك نو ماشي هادشي اللي بغيت، اولا كان خصك تريتي بهذه الطريقه، ولا الديزاين راه مختلف على داكشي اللي بغيت، ولا بحال هكا بحال هكا غير كتفاليدي. دونك لي دو كوتي كيكونوا متاكدين ان لو بروجي غادي دون لو بون سونس. حتى الا جاب الله حتى في الجيستيون دو ريسك ايتو، حتى جاب الله كان غادي يكون شي روتار كيكونوا ما او كورون ديال الروتار، فهمتي؟ بحال هكا يعني بحال كيكونوا بجوج بكم سور la même longueur d'onde. Il y a une safre qui nous fait faire le statut ou l'avancement du projet. Donc c'est un peu ça. Oui, je comprends. Ça a été un peu de temps avec le client, mais باش كنخدم شي طاش فراه كنصيفط له كيعطيني لا في ديالو باش كيكونفيرمي لي لا طاش باش انا عاد كنحطها في اون لين، فهمتين؟ هادشي بالنسبه لي سيت ويب. دونك وقيلا هادشي مهم غير لو سينونيم راني ما كنتش ضابط مزيان وصافي. وي فهمتك، راه سي هذاك الشيء اللي ربما انت تقدر تكون انت كتخدم بها بدون ما تكون عارف الكونسيبت. بغيت نسولك سي محمد، يعني ما عرفتش واش انت كتحضر دي زيفينمون ديال لونتربرونيا ولا شي با ويبينارز ولا شي حاجه بحال هكذايا في المغرب. بغيت نسولك زعما شنو الراي ديالك على ليكو سيستيم، يعني مثلا هاد المبادرات اللي كاينين اللي كتكون لونسا سوا الدوله سوا دوك لي سونتر ريجيونو دانفستيسمون سوا دي فوا كتلقى اون بانك ولا اون انستيتيوسيون فينانسيير كدير مثلا ان انكوباتور ولا بروغرام داكسيليراسيون بور لي ستارت اب. عندك شي فكره ان تي بو على هاد ليكو سيستيم؟ شنو الراي ديالك فيه؟ وي صراحه عندي واحد الفكره اللي هي صغيره مهم نبارطاجيها معكم. سي كو بالنسبه لي اسوسياسيون بعدا لي زيفينمون ولي كونفيرونس، فانا واحد الانسان اللي انتريسي بزاف بلي زيفينمون لي كونفيرونس كنحضر، فهمتي؟ يمكن نراطي واحد سيونس قرايه وشي كونفيرونس اللي مهمه شويه، فهمتي؟ باند لي غادي يجيبوا فيها واحد لانفيتي اللي غادي يعطي غادي زعما السوجي ديال ديك الكونفيرونس ولا ديك ليفينمون مزيان، فراه غادي نراطي ديك السيونس وغادي نمشي عند ليفينمون، فهمتين؟ داكو. وهاد القضيه هادي نتاع هو صراحه مزيانه بالنسبه لي ستارت اب، و حيت كيكونوا دي سوبفونسيون و ابار لي سوبفونسيون كيكونوا واحد ليتود ديال البروجي، فهمتي؟ صراحه مزيانه وما مزيانش بالنسبه لي سوبفونسيون، فراه ما كتكونش سوبفونسيون. هادشي هادي اللي خص الناس يعرفوها، راه حتى شي حاجه ما كتعطى فابور، راه كيكون داك لاسوم اللي كيعطيوها
لي بورتور دو بروجي فراه كتكون كيخصهم يردوها لهم واقيلا من هنا واحد 10 ولا ما عرفتش فهمتي دونك ما كتكونش سيبونسيون 100% فهمتيني داكور مي بصراحه هادشي كوتي غير كوتي فينانسمون ولكن مثلا كوتي اكونبانيمون ولكن مثلا كوتي باردون اسمح لي وي وي ماشي مشكل قلت لك زعما حيت كوتي اكونبانيمون كيكونوا دي زونتيتي اللي يقدروا اكونبانيوك من غير نخليو مثلا كوتي فينانسمون مثلا غير انا عندي فكره ونبغي غير اللي يعاونني في انني ما عرفتش نحط واحد البيزنس موديل ديالها ونتشالنج فيها مثلا ويعاوني شي حد باش نتوركي باش نخرج هذيك الفكره للوجود دونك جو سي با واش زعما بالنسبه لك شفتي ديجا دي بروغرام بحال هكا شنو رايك ديالك فيهم وي ديجا حضرت في كنت انترفيونون في واحد ليفينمون لا ماتيني كريا ديال فلونسي جستات دونك كان داكشي صراحه مزيان وكانوا حتى لي ستوديون لي بورتور دو بروجي كانوا مزيان وبالنسبه لهاد القضيه هادي نتاع هاد زعما كيفاش زعما هاد ليكوسيستيم هذا وهاد لي اسوسياسيون فراه مزيانه بالنسبه لي بورتور دو بروجي زعما اكثر الا كان الدري ولا البنت باقيين دي جون فهمتي حيت كيكونوا دوك زعما لي زانترفونون اللي كيكونوا تما لي زافي اللي كيعطيوهم فراه كيكونوا مهمين بزاف فهمتيني وي سي سو وي كيكون واحد لا كونفور وي قلت لك كيكون واحد لاكومبانيون اللي مزيان صراحه فهمتيني بصح صراحه لي شوز زعما بوج دون لو بون سونس الا جينا نشوف زعما كلشي غادي مزيان الا جينا نشوفوا لان خصوصا بالنسبه حتى لي ستوديون راه لي زونيفرسيتي راه كيديروا دي بارتناريا مع دي زونتيتي كنت درت نيت واحد الحلقه مؤخرا مع واحد السيده في لونيفرسيتي محمد سانك وهضرنا على هذا السوجي هذا يعني كاين il y a vraiment de l'accompagnement auprès des élèves ou des étudiants donc c'est donc حاجه اللي تقدر تنفعهم بزاف باش يخرجوا من ديك الفكره انهم يطبقوها بلا ما يخافوا حيت بصح صوتهم ملي كتكون صغير شويه كتكون خايف يعني حتى من نظره الناس واش الناس غادي ياخذوك او سيريو ولا لا غادي تبريزونتي لهم فكره واش تقدر توصل انك تاخذ فينانسمون شويه قضيه صعيبه دونك سي بون شوز وي صراحه وكاين واحد المونك صراحه بالنسبه لي زيتيديون في الكونتي اونتربرونيا فهمتي حيت نقول لك علاش لي زونيفرسيتي و اون جينيرال ولي زيكول وهادي راه كيعلموا لي زيتيديون تاع كيعلموهم السالاري فهمتي كاينين لي سوسيتي اللي قلالين اللي كي زعما كيديروا دي زيفينمون باش كيدخلوا لي زيتيديون هاد الفكره هادي نتاع راه السالاري راه ماشي هي مزيانه فهمتي ولكن كتلقاي واحد ان ايتيديون ولا اون ايتيديونت اللي في الداخل ديالها ما باغياش عند هذيك روح المقاوله فهمتي روح المقاوله ليسبري ديال لونتربرونيا دونك خص غير اللي فيق في هذاك الشيء فهمتيني تماما بحال غتشجع ولا تيعرف بعض المرات الانسان كيكون بحال داخل يقرا غير باش من بعد يخدم عند الناس ولا شي حاجه يعني كيعرف كاع حتى هذيك لا بوسيبيليتي ما جبونس راه القضيه ولات زعما كتغير على حسب ما كنلاحظ زعما كاينين دي بروغرام زعما في لي زونيفرسيتي وديك على حسب لي سمعت ولي شفت كاينين دي بيتي بروغرام لي صافا كيشونجيو شويه في العقليه ديال الناس يعني كيمبقاش داك المايند سيت القديم وكذا ولكن كيشجعوا الانسان على ياخذ لو ريسك وحتى المجتمع ولا نوعا ما كيتقبل داك القضيه ديال الفشل يعني مثلا نقدر مثلا انا نونسي ان بروجي وما يستقليش ونفشل ونوض عاوتاني ونخدم في حاجه اخرى ونقدر نرجع مثلا للسالاري ونخدم شويه ونعاود نرجع نجمع فلوس ونبدا البروجي دونك نوعا ما ولات شويه حتى العقليه ديال الناس في المجتمع ولات كتبدل دونك جو بونس كو سي اون بون شوز زعما بون تو لا سونس وي صراحه وفهاد الاتجاه بغيت نيت نسولك سي محمد واش عندك دي كونسيل اللي تبغي تعطيهم لديجا الناس مثلا اللي يلاه شدوا الباكالوريا ولا مثلا دي ستوديون قدك هكايا فهاد المجال ديال لونتربرونيا شنو تقول لهم وي صراحه بالنسبه اللي يلاه خداو الباك ديالهم ولا باقي ما خداوش الباك ديالهم ما كيهمش فراه الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لهم هو انهم خصهم يديروا داكشي اللي هما كيبغيو وما كيرتاحوا فيه ما يديرش الميديسين غير حيت المجتمع ولا حيت والديه ولا حيت خوتو باغيين طبيب ولا غير حيت باش يجلس في القهوه يقولوا له انت شنو داير يقول لهم انا طبيب ولا ما عرفتش فهمتي دونك الواحد خصو يتقاتل ويدير داكشي اللي هو باغي سينو فراه غادي واخا غادي يدير داكشي اللي باغي المجتمع راه ما غاديش يعيش مزيان
فهمتي غادي يكون واحد واخا هو غادي تلقاه دابا قال له هذاك السيد في القهوه بانه طبيب ولكن بينه وبين راسه راه ما مصالحش مع راسه ما مرتاحش. وهذه اهم وي وهذه اهم ايطاب اللي خص الواحد يعرفها زعما خص يديرها وهو انه خص يتصالح مع راسه ويعرف راسه شنو باغ. وي هادشي هذه لا كونساي صراحه اللي نقدر نقولها فهمتي حيت الواحد الا دار داكشي اللي كيبغي حيت اصلا غادي يديروا باغامو فهمتي و الا داروا باغامو راه غادي يعطي فيه اكثر فهمتي ما غاديش يكون ستوندار بحال اي واحد يقدر ما عرفش يقدر المهم غادي يكون فيه مزيان فهمتين يقدر يعطي في الحاجه ويقدر انفلسي فيها بصح اكزاكتو. وي وبالنسبه للانتربرونيا مثلا الناس اللي بغيو يبداو في الانتربرونيا شنو زعما تنصحهم يعني دي جون لي جون يبداو فهمت بنادم يفكر جوج مرات في كوتي اونتربرونيا حيت الواحد ياخذ الريسك ويتوكل على الله فهمتي ويبدا المهم غير يكون دارس اللي يكون دارس البروجي ديالو مزيان ويكون ويدير تيست ان تيست البروجي ديالو سواء كي ليفري ان برودوي سواء كي ليفري ان سيرفيس يدير تيست داك البرودوي ولا داك السيرفيس يشوف داك السيرفيس واش الناس غادي واش هذاك سي تان بيزوان ولا لا وبالنسبه للبرودوي فورا يتيست داك البرودوي ديالو خدم هي هذيك يتوكل على الله ويلونسي البروجي ديالو ما خدمش يحاول يشوف وحده اخرى زعما بروجي وحده اخرى وايدي وحده اخرى حيت الحاجه ما كت الحياه ما كتساليش في بروجي ما صدقليش صافي غادي نوض نربع يدي وما عرفتش الواحد يجرب ديما يجرب فهمتين سي بون شوز. شكرا بزاف سي محمد. ما عرفتش واش عندك شي حاجه اللي تبغي تضيفها في الاخر ديال البودكاست ولا لا؟ صراحه شكرا بزاف ليك مدام صوفيا على الترحيب ديالك والله يكبر بك شكرا بزاف صافي صراحه هادشي اللي كاين هادوك هما لي كونساي اللي كنت باغي نضيفهم راه قلتهم لا في الاخر. شكرا بزاف شكرا على قبول الدعوه وشرف كبير بالنسبه لي تكون حاضر معايا. شكرا بزاف شكرا بزاف.